فاقد بهجة. قالوا لي انك عاوزني يا حاج. وليه مزاجني صراحة احكي لك؟ احكي. معايا بقى ولا مش معايا؟ اقوى غريزة في الحياة حب البقاء. العالي التزموا بالخطة. ام تسحب اللحظة فوق العملية عشان انا بحب. انا اللي بيحبك يشدني في حواليك. ثبتني لحظة. انا العمود اللي من غير البنت يقع. دايما البدايات الصغيرة هي اللي بتوصلنا للنهاية. هتحس بحاجة ممكن تشاهد حياتك في يوم وليلة. انت شعوزك لو عينك غفلت فيها ثانية تتلدف. اللي جاي طلع حي وحشه. خلوه يرفع ايده فوق. بو يا ولا ازعلك. انا جيت لحد عندك هنا وخيرتك. اللي معانا هيبقى مننا. من هنا العالم كله هيعرف. احتفل بقى وكل واحد شايل شيلته. ايه رايك؟ خطيره. متجمعين عند النبي. ايه الاعداد دي كلها؟ واحد الواحد. بونسوار ميزامي. بونسوار عليك كمان. بونسوار على الدراما. الدراما السنه دي الحقيقه الخريطه الدراما الرمضانيه فيها دعم واضح جدا زي ما شفنا للبطولات النسائيه، وده شيء حقيقي يحسب للدراما الرمضانيه. ودراما بقت بشكل عام يعني بقى فيه البطله، يعني مش كل الاعمال ذكوريه الموضوعات يعني. طيب في 6 اعمال، ده من غير تسليط الضوء على قضايا المرأة، لكن بتشهد الدراما السنة دي الحقيقة عودة فنانات. فين بقى؟ كوميديا، نجمات بترجع للشاشة للمنافسة بعد غياب، وأفكار كتير جدا موجودة، ونجمات بتتقلد الحقيقة بطولات وبتقدم قضايا. هنعرف أكتر وملامح وهنروح فين وأهم القضايا المطروحة للنقاش، وممكن كمان المرأة تتقاسم الحقيقة البطولة مع الرجل أو الموضوع بيبقى، لأنه أكيد يعني الموضوعات لازم يكون فيها المرأة تبقى مشاركة فيها. للنقاش معايا ضيفتي الناقدة دعاء حلمي، الناقدة الفنية اللي منوراني في التاسعة. مساء الخير يا دعاء. مساء الفل، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبة. نبدأ الماراثون ونبدأ نتكلم برضو كده إيه مبكرا إحنا على شاشة رمضان، لكن أنا الحقيقة يعني الدعوة اليوم يعني هي دعوة بريئة جدا، ولكن جواها أيضا عايزين نطمن على الدراما والدراما النسائية. أنت شايفاها إزاي السنة دي في 2024؟ خصوصا أنا شايفة بطلات كتير موجودين هم بيتصدروا البطولة أو متحملين مسؤولية المسلسل. هو ده الوضع الصحيح في فكرة أن أنت شاشة التلفزيون غالبا بتبقى ست البيت هي اللي قاعدة بتتفرج. كنا دايما بنقول يا جماعة بصوا على الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف، لأن الإعلانات لما بتتحط بيتحط لمين بقى؟ إزازة الزيت، مسحوق الغسيل، الحاجات دي مين اللي بيستخدمها؟ فست البيت هي الزبون بتاعي، أو نقدر نقول هو ده الكلاينت اللي أنا محتاج أن أنا أقدم له الرسالة بتاعتي عشان توصل لمستحقيها. فبالتالي السنة دي حاصل الموضوع ده بعكس السينما. السينما لأن ما بتبقاش هي الجمهور المستهدف، بيبقى الشباب وتينيجرز واللي رايح يتفسح في العيد. فبالتالي لا، أنا هنا شاشة التلفزيون وبالذات الشاشات التقليدية مش المنصات، زبونها المعتاد هو الست المصرية. فيا رب السنة دي الست المصرية يعني الأسرة بالزبط. يعني هتلاقيها هي والاولاد، يعني دول اكتر ناس بيبقوا موجودين في البيت. يعني الريموت معاها، هي ماما بتتفرجي عليه، لا ده عاجبني قوي، لا بشوف ده. الريموت معاها مش دايما والله، عايزين يا ترى الريموت مع الست دي برضو مش بالضروره كده، عشان دي ممكن تعمل بالست ده، دي عايزه موضوع لوحده. يعني ريموت التلفزيون مع مين، مع الراجل او الست، لا دي عايزه موضوع لوحده. ده حقيقي، ده طيب. على حسب فرد السيطره بيروح لفين بس غالبا يعني. الست. طيب خلينا احنا بالبراءه بتاعتنا، خلينا في الدراما، وخلينا نبدا ونتفرج كده برضو ومعانا بقى مخرجنا كده يورينا. انت خلينا عايزه تتكلمي على المسلسلات اللي فيها بطولات نسائيه، وبعدين نتكلم على صوره المراه بشكل عام. اكيد، لان واضح ان احنا البطلات بتوعنا بقوا حريصين اكتر على فكره التغيير، الحمد لله، لان كنا ساعات بنلاقي نجمه ممكن تقعد بالسنين في نفس الدور، تنويعات مختلفه
بس في النهايه الفريم واحد. فواضح ان نجمات الجيل دوت وعوا للفكره ان انا محتاجه اروح لمناطق جديده، انا اروح لمناطق مختلفه. فالحقيقه ان ده حاصل السنه دي باكتر من نجمه، ده شيء جيد جدا. هم عرفوا ان المحتوى هو اللي هيوديني لمناطق مختلفه ومناطق جديده، فبالتالي هتشاف اكتر. مش فكره انا بطله وخلاص. رحنا الحمد لله سيبنا شويه بقى الشعر الحلو والماركات والشنطه اللي مش السينيه، رايحين اكتر للموضوع او الكونتنت، وهو ده اللي بنطالب بيه طول الوقت. وكمان لانه المهم انه وانا بقدم دراما يبقى عندي عين على الشارع وعين على الحياه. يعني يمكن من سنين فاتت طويله كنا شايفين انه الدراما كلها رايحه للحمام السباحه والعربيات الفارهه والحياه المرفهه اللي هي بعيده عن الطبقه اللي ماسكه المجتمع. يعني ده حقيقي. فكل ما بنقترب للطبقه دي كل ما بتدخل البيوت اسرع، وكل ما بنناقش تفاصيل التفاصيل في حاله الدراما بيبقى مغذي جدا، مش حشو طبعا. لكن فكره التفاصيل الشخصيه انها تبقى مبنيه صح، ليها جذر حقيقي، هيستوري انا ما شفتوش صحيح كمشاهد او كمتلقي، بس في النهايه مأثر على شخصيه البطله. فبالتالي لا، انا شايفه ان ممكن نروح لمناطق كمان ارحب من كده كتير. يعني السنه اللي فاتت فتحت الوصايه منى زكي، فكره ان هي تروح نشوفنا تفاصيل التفاصيل صحيح. معاناتها في ان تلاقي علبه حليب لابنها، ده ادى غنى صح، وادى مصداقيه كتيره جدا أيوه. للبطله بتاعتنا. فاعتقد ان السنه دي وبين كمان اماكن الضعف اللي بتبقى موجوده في المجتمع من مشاكل ما بتتحلش وبتاخد وقت. وبالتالي المسلسل عمل الحقيقه يعني عمل شيء كويس قوي لقانون الاحوال الشخصيه دحين. وده كان مهم قوي يعني. طيب خلينا نروح لدراما 2024، احنا لسه ما شفناهاش، ولكن خلينا نبص بشكل عام. يعني حتى لو الاطار احنا برضو احيانا نحتاج للاطار الكوميدي. يعني خليني اقول مثلا انه مراتي مدير عام، طبعا الاديب الكبير عبد الحميد جوده السحار، فيلم مهم ولكن اتقدم بشكل كوميدي. فاذا انا ممكن حتى اتناول قضايا مهمه فيها لايت كوميدي توصل برضه توصل الرساله. ده اكيد. احنا كل افلامنا القديمه كان دايما يبقى فيها مضمون. ام العروسه كان فيها مضمون شديد الخطوره، فكره تجهيز الفتيات وفكره المعاناه الشديده، ان انا اقدر ازاي ابقى شوفي تنبأ بالنمط الاستهلاكي من قبل ما يحصل ده اصلا. صحيح. من قبل الانفتاح واللي هي ومن قوه قبل الموظف يتحمل ايه بالظبط كده. فانت ساعات الدراما بتسبق الحكايه بكتير جدا من قبل ما يحصل التمخض السياسي ده او الانقلاب او حاله التحول. اللي هو ده ميزه الدراما، ان انا برمي سبوت خدوا بالكم ان احنا رايحين لفين. فالكوميديا بتبسط الموضوع اكتر واكتر من غير ما اقول كلام قوي وكليشيهات وحاجات، لا انا بخلي الموضوع يبقى من تحت الجلد. ولا هي ماده جذب. انا كمان هل انا هنا ببقى عايزه اودي رساله للمجتمع؟ انا عايزه اشد المشاهد بدل ما افضل اديله عارفه اللي هي الدروس المستفاده فيزهق مني. والناس برضو علاقتها بالمسلسلات علاقه فيها متعه وترفيه بالدرجه الاولى. فهل هي برضو ذكاء ان انا في الترفيه هحط الرساله اللي انا عايزاها؟ وبالذات لما الشعب المصري تحديدا هو زي ما بيقولوا ابن نكته، او شعب بيحب الضحك جدا، مالناش في النكد صح. ما بنحبش الهموم والحاجه. اول ما تلاقي حاجه دارك او غامقه الشعب اوتوماتيك بينفر منها، مالناش في كده. فبالتالي ابسط حاجه تخش قلبنا هي فكره الكوميديا والضحكه الحلوه. وعشان كده اظن ان احنا بنشتاق لما بيبقى في سيزون ما فيهوش كوميديا، لا بيبقى الموضوع قاتم وسخيف. طب السنه دي خلينا نقول برضو من الدراما النسائيه، خلينا نقول نيلي كريم اللي اعتدنا انه نيلي بتقدم موضوعات مهمه، والحقيقه بقى لها كذا سنه بتعمل موضوعات ثقيله. يعني امل فتن حربي، السنه اللي فاتت كان عندها الميراث في الصعيد، السنه دي قررت تروح حته ثانيه خالص وتعمل فراوله، حاجه كده فراولايه بس حاجه دمها خفيف جد. نيلي قالت لي انها بتتكلم عن الطاقه بالظبط. يعني وطبعا معاها يعني مش معقوله، يعني شيماء سيف دي اصلا فظيعه، يعني حاجه كوميدي. بس نيلي قالت لي انها بتتكلم على الطاقه الايجابيه وعن الطاقه وده موضوع حلو. ده رساله اليومين دول، لان في وسط الاحداث اللي بتحصل عالميا وسياسيا ودوليا، انت ما قدامكيش اي سلاح اخر غير التفاؤل، غير ان بكره احسن، لان دي في حد ذاتها طاقه جذب. صحيح. فانها تعمل ده كمان جنب صانع البهجه، فانت هنا عملتي بالانس الراجل والست. أيوه. الاثنين بيدعوا جنب عتبات البهجه هي بالزبط. كمان فانت الاثنين بتقدمي او بتجذبي الطاقه الايجابيه والتفاؤل والمحبه والضحكه الحلوه. فاظن انها رساله عارفه هي فكره ذاتها. بس تعالوا هنضحك وكده، بس تعالوا اسمعوا شوفوا هنقول ايه. نفس الشيء هو ذكاء ايضا من ريهام حجاج، الفنانه ريهام حجاج لما عامله صدفه
السنه دي يعني. واحنا برضو مرتبطين بصدفه بعضش احنا كلنا يعني لما بنضحك ونعمل وكده بالظبط. ده ذكاء كمان من ريهام، هي بتغير جلدها خالص. والتركيبه اللي حواليها كمان واضح ان احنا رايحين لمنطقه جديده وحلوه لريهام. رحنا سيبنا المنطقه بتاعت بنت الناس، الست الراقيه، الست الغنيه، لان ده كان بيعمل جاب بين المشاهد وبين النجم. صح. لاني بحس ان انا، طب انا بلبس ده فين؟ الستات دي فين؟ لكن لما تبقى ست من جوه البيت ونفس طريقه كلامنا او حتى من الطبقه الشعبيه، فبالتالي ريهام راحة دلوقتي لمغامره انها لستات مختلفه. هل هتعرف تكلمهم ولا لا؟ يعني مثلا المأخذ السنه اللي فاتت لناري كريم ان ما تروحيش لجمهور مش بتاعك، جمهور الصعيد متعود على نمط معين وستات معينين يكلموه ورجاله ليهم اداء وتون مختلف، فقالوا ان نيلي كريم خسرت لما راحت لمنطقه مختلفه لجمهور جديد. بس هي من حقها كممثله كمان تجرب مناطق مختلفه. المره دي ريهام حجاج هل هتنجح انها تروح للطبقه الشعبيه؟ لان هي اساسا قدمت اكتر من عمل قبل كده كانت منتمي للطبقه الشعبيه وكانت محققه معاهم تماس. هل لما ترجع لهم دلوقتي هتعمل لنفس الاجابه ده؟ عارفه بقى هتبقى اول ما تبدا الاعمال يعني هنشوف. طيب خلينا نروح فاصل، وبعد الفاصل كمان نشوف عوده غاده عبد الرازق، وموضوع كمان موضوع مهم وموضوع فيه جدل وفيه جذب كتير. خلينا نتكلم اكتر عن الصوره النسائيه وايضا وجود المراه والبطوله النسائيه في رمضان 2024. فصل قصير وفي ضيفتي الناقدة الفنية دعاء حلمي، أعود إلينا. رجعنا تاني مع حضراتكم بنتكلم عن الدراما النسائية. كنا بنتكلم على صيد العقارب وعودة الفنانة، يعني مش عوده، هي طبعا موجوده الفنانه غاده عبد الرازق، ولكن نقصد ان هو بقى لنا فتره ما شفناهاش في مسلسلات رمضان. ده حقيقي، لان هي ليها طلتها بصراحه. يعني بتسيب فراغ. المكانه دي بتاعت الست القويه، الست المتحكمه، الست المسيطره، ده شويه ما بيبقاش عندنا في الدراما بشكل كبير. يعني الحقيقه هي تحس انها مكمله لمشوار ناديه الجندي. فان انت بتكتسبيها في الدراما، ليها طعم وليها بصمه وليها روح. فالحقيقه يعني عايزه اعرف صيد العقارب ايه الحكايه؟ يعني مين فيهم اللي بيصيد؟ اعتقد ان هي موضوع اجتماعي، في قصه مثيره للجدل، في ورث، في قصه كده. يعني تحبي نشوف البرومو؟ نشوف البرومو مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. نشوف. انا سبت شغلي كله مع العقارب، والحكايه دي علمتني لو عينك غفلت فيها ثانيه تتلدك. لا تخيل بقى تدفع عمرك كله عشان غلطة الثانية دي. عايزين انت الوضع على رجلي عشان تسامحك. انا مش هرحم حد. جاي شغال صراحة. ابو الحل يموت. احنا في حرب، طول ما احنا عايشين محدش هيهودنا هيتب بسبب جلالة الله. ما أرحم حد فيكم. ولادي زي لغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. بس رحمة الغني لو روح حد ياسين ما هتكفيني عيلة الغول كلها. كلها. عودة غادة عبد الرازق، شايفة ازاي صيد العقارب؟ متحمسه لي جدا. فكره الميكس ما بين الصعيدي واللهجه المصريه دي في مسلسل واحد، وعوده احمد ماهر كمان، هذا النجم القدير الحقيقه. طالع والد غاده عبد الرازق كان معانا النهارده على التليفون. ياه طب كويس، دي هي غشينا اهو حاجه. ايوه ايوه. فده معناها ان في ثراء في الحكايه، الميكس ده نادرا ما بنلاقيه. فمتحمسه جدا. وهنا قمه النجوم، يعني انا سعيده كمان بانه نجوم لهم هذه القيمه. يعني احمد ماهر قيمة وقامة وخبرة وتنوع، وجوده برضو أنا بحب فكرة الأجيال الموجودة على الشاشة. هو ده المزج ده العظيم. لأن دايما كان عندنا مشكلة في فقر في كتابة الجراندات. الجراند ده بيبقى البابا والماما، بيبقوا الاثنين صباح الخير وتشربي ايه، ويعني تحس ان الأب أيوه. والأم وما لهمش أبعاد، مفيش حاجة. أيوه. ما عندهمش مشكلة، ما عندهمش أيوه. موضوع. صح. ففكرة ان انا اهتم بالأدوار الثانوية تحديدا الجراندات او السن الكبير، ده بيدي ثراء وتقل للعمل بشكل غير طبيعي. صح. فشوفي هنا المبارزه بين اتنين، فتحس ان انت
داخله على منافسه شرسه. أيوة. فمبسوطه بالاختلاف ده. السر الهي بقى روجينا. وروجينا الحقيقه قدرت في سنوات كثيره جدا انها اولا يبقى لها جمهور، انها تبقى يعني الست الشعبيه القويه او الست المراه المعيله القويه. صحيح. وده برضو ذكاء من روجينا. روجينا كمان حافظة على جمهورها. ونفعها كمان فكره المسرح، انها زي ما بيقولوا من خلفيه مسرحيه او مسرحجيه، ده بيديها فكره التنوع في اداء الشخصيات، الثقه في نفسها. انا بحب روجينا في ادائها التمثيلي. متمكنه من ادواتها. صحيح كانت تحس ان هي ما كانتش لاقيه نفسها او ما كانتش لاقيه حقها بشكل كبير، بس عجبني ثباتها وان هي بدات تكون قطاع من الجمهور اللي بقى يثق في اختياراتها. فمبسوطه بروجينا كممثله، انها بدات تاخد حقها. وتبقى بتقدم كمان موضوعات لجمهور هو منتظر هذه الموضوعات. نتابع سر الهي. ايه رايك نشوف سر الهي؟ اولا عاجبني شطرنج، انا احب المراه اللي بتلعب شطرنج، انا بلعب شطرنج كويس قوي، فبحس ان هي مباراه في الذكاء، وواضح ان ده واضح في العمل اللي هو كش ملك، يعني عارفه الفكره. لان هي الحقيقه ان الحياه كلها بتتلخص في هذه الرقعه المربعه. فكره الابيض والاسود، انجلز اند ديفلز، فالموضوع تحس ان هو في عمق في الحكايه، والاسم كمان ملفت. فكره ثقتها في نفسها ان البرومو هي وفقت ومرايتها، فده اللي كنا بنقول عليه، فكره ثقتها في نفسها دي فرقه كتير. اسامي المسلسلات السنه دي كلها تحس انها بترمي حاجه كده، عايزه تشوف ليها موضوع. عجباكي الاسامي؟ الاسامي ملفته. يعني زي سر الهي، انا عايزه اعرف ايه هو هذا السر الذي تحمله تلك المراه. في كمان عندنا لحظة غضب صبا مبارك، وصبا مبارك عاملة نجاح اليومين دول، فهي تستثمر النجاح في وجود عمل في رمضان؟ انا استغربت ان المسلسل اللي هيتعرض على واتشيت، وده شيء لطيف جدا ان انا كمان في المنصات بقت بهتم بالمسلسلات ذات الطبيعة المختلفة. فان نشوف صبا مبارك في مسلسل 15 حلقة، هي ومحمد شاهين، يعني مش نجوم كبار زي ما متعودين في رمضان، وده كذلك في مسار اجباري لاحمد داش وعمر عصام، فواضح ان في كمان انا ببتدي ارمي كده واجس نبض ايه الاخبار، المشاهده هتبقى عامله ازاي في رمضان للمنصات. هل الناس هتبقى متحمسه تشوف الستايل المتميز للمنصه، فكره التجريب وفكره انت حره من القيود، وفكره ان انت متحرره من فكره النجم اللي لازم من الجلده للجلده، فمنطقه المنصات دي وكانها حقل تجارب. بجرب فيه واشوف نسب المشاهدات ايه، لان بالزبط. الموضوع بيبقى واضح. ايوه صحيح. المسلسل حقق نجاح ولا ما تشافش بالشكل الجيد. ايوه بالظبط. فمغامره لطيفه ان احنا نجرب فيها عشان تبقى تيست لصناعه نجوم اخرين. لا، وفكره كمان انه واتشت مش بس بتذيع المسلسلات الموجوده على الشاشات، لكن كمان انتاجها هي، يعني فده برضو مغامرة. اعتقد واتشت بتبقى نجمه في رمضان بصراحه. بتتميز. في لقطات من صبا مبارك اهي كمان واحنا بنتفرج، واعتقد انه السنه دي انت شايفه ان المراه في تنوع. حقيقي. نقدر نقول في تنوع كبير يعني. لكل الفئات. هو الحقيقه ما هو تمكين المراه اللي اعلن عنه السيد الرئيس، الحقيقه ان هو ارهاصات الدراما بتبين ان حقيقي تمكين حقيقي ومش تمكين من على الوش يعني. فده واضح. دي حقيقه، هم حتى لو سالوني هيقولوا ان انت جبتي ناقده مش ناقد. أيوة. يعني للحديث عن المراه، هي مش بالدرجه كده، ولكن حقيقي احنا يعني محتاجين نشوف المجتمع كله يشوف المراه اصلها يعني داعم اساسي رئيسي في اي مجتمع. فوجودها والاهتمام بيها مهم، ده غير بقى البطلات اللي هيشاركوا في الاعمال اللي موجوده الثانيه، حتى وكان البطل بطوله بالزبط. ذكوريه، ولكن المراه مهمه، وجودها مهمه وصانعه ومؤثره، لان الحياه ما لا يمكن تخلو من المراه. ففكره ان انا اخلي البطل منزوع الحاجات زي ساعات كتير في السينما للاسف، ان دايما الست بتطلع الورده في عروض الجاكيت كده للبطل انها بس ايه تحبه وتقول له كلام حلو ولطيف وبتاع.
لكن فكره ان انت تبقي مناصفه او المفروض ان البطوله تبقى ممكن نسائيه, فبالتالي انت لا انت صانعه قرار زي ما بيحصل في الحياه. فهو ده ان الدراما ما ينفعش تبتعد ابدا باي حال من الاحوال عن البيوت الطبيعيه. أيام قليلة ويبدأ الشهر الفضيل بإذن الله, منافسات وإنتاج وشهر الفرحة, والمتحدة تتحدى نفسها هذا العام بتنوع. إيه العنوان أنت كناقدة تقدري تقوليه قبل ما نبدأ الماراثون الرمضاني بالدراما؟ إيه العنوان اللي أنت شايفاه ولسه يتحقق أو يبقى فيه تفاصيل أخرى؟ أنا شايفة أن الدراما بترجع لبيتها المصري بقوة, وعندي مؤشرين دول واضحين جداً, غير عودة طبعا عدد من المخرجين. يعني أنا مبسوطة بعودة محمد علي المخرج, مبسوطة بعودة مجدي أحمد علي, عمرو عرفة, نادين خان, في عدد من المخرجين بنضخهم كده. مجدي أبو عميرة, مجدي أبو عميرة طبعا أنا سعيدة جدا بعتبات البهجة أن هو يرجع لنا تاني, ده تمام وموافق عليه جدا. بس عودة الدراما التاريخية لبيتها لمنشأها لبيت الحكاية المصرية, ده بالنسبة لي مؤشر قوي جدا ان الريادة كانت في مصر ورجعت لمصر وهتفضل في مصر. يعني اكيد انا وقتي انتهى, وانت عارفة المخرج يعني ما بيبطلش يقول لي انتهى انتهى, فخلاص يعني هتحسي انه ايه يعني ساعة الفطار رمضان بكرة. رمضان بكرة ساعة الفطار. بشكرك شكرا جزيلا دعاء, ان شاء الله يبقى لنا تفاصيل كتير ونقف عند تفاصيل كتيرة بإذن الله في رمضان. وزي ما قلت لحضراتكم خلاص الشهر الفضيل أيام على الأبواب بإذن الله. لقائي مع حضراتكم هيكون في الشهر الكريم يوم الأربع والخميس, أكيد هنتكلم عن فقرات التاسعة, ولكن هيكون لنا لقاءات وأحاديث طويلة جدا عن الدراما المصرية. هاخد جملة ضيفتي الكريمة الأستاذة دعاء حلمي بأنه الدراما المصرية تعود إلى بيتها, بيت الحكاية الرواية. إحنا شعب بنحكي وبنحكي حاجات كتير, نحكي بكوباية شاي حلوة, نحكي وإحنا قاعدين في اللمة على الفطار, نحكي في لمة عيلة, نحكي في الشارع, إحنا اللي بنحكي طول الوقت. كل سنة وأنتم طيبين بإذن الله, أشوفكم اليوم الأربع القادم, وساعتها هنكون بعد الفطار ويكون معانا كوباية شاي وشوية كنافة حلوة, ونقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. شكرا يا دعاء, كل سنة وأنتي طيبة, حسستك برمضان صح؟ جدا 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 يعني. كل سنة وأنتم طيبين جميعا وتصبحوا على ألف خير.